تحية اسكندرية لتداول الحاويات، وماذا نرى لهذا السهم ولماذا احنا محددين المناطق دي ولكن بننتظر ردة فعل منه. طيب اسكندرية لتداول الحاويات، لو احنا لاحظنا ان احنا عملنا موجة على هذا الشكل، عملت واحد عملت اتنين، ده كله كان تلاتة وتراجعت باربعة وعملت الموجة الخامسة، فده نمط دورة سعرية مكتمل. المفروض ان انا بصححها عند مستويات ممكن تكتفي. اول حاجة ان انا احترم مناطق البيس فور بتاعتي اللي احنا محددينها منطقة الطلب، ولو كسرناها وكسرنا منطقة العنق هننزل لمستويات ممكن نوصل لحد مستويات 61 فيبو، واللي هي المناطق دي بمنتهى البساطة مناطق قوية جدا. وعلشان كده احنا بنقول لازم يحصل عندنا ردة فعل من عند المستويات دي اولا، ونتأكد ان التصحيح انتهى حتى لا يتعمق التصحيح، وننزل لحد مستويات 29.5 مستويات 61 فيبو. لو رحت على فريم 5 دقايق، وده اللي يهمني بقى في الفيديو ده، ان انا هلاقي ان انا عندي بنية تصحيح مكتملة. ليه بقول الكلام ده؟ انا عملت تصحيح على شكل A B C وصعدت على شكل A B C ونزلت على شكل خماسي، واعتقد انتهت الدورة السعرية الخماسية. هل ده يكون واحد وصحة ويحصل انفجار سعري من هنا؟ ده اللي انا مستني اشوفه النهاردة. لو حصل انفجار سعري من المستويات دي هيتأكد ان انا حصل عندي انعكاس في السعر، وخصوصا ان بنية الصعود لازم تكون بنية اندفاعي، يعني يحصل عندي واحد اتنين بوم تلاتة اربعة خمسة، هتأكد انها تحولت على ترند صاعد. والاهم عندي ان انا بمنتهى البساطة الغي كل هذا الهبوط ليتأكد عندي النظرة الايجابية، والغيه وانا بصعد بشكل اندفاعي مش بشكل تصحيحي، وبالتالي استهدف اهداف جديدة. هيكون اول هدف في مستويات التمانية الاربعة واربعين جنيه، وده اللي يهمنا اول قمة تشكلت، وبعد كده هنستهدف اهداف جديدة. وبالتوفيق.